فيديو هلا نروح على ترويج الحساب البنكي. كيفاش نروجوا الحساب البنكي؟ ايش خصنا نحطوا الفلوس؟ شنو ممكن نديروا بالحساب البنكي باش يتقوا فينا اكثر؟ شي كامل غادي نجاوبوا عليه. مرة تاخذ كتلقاو شركة كبيرة وخدام فيها بزاف ديال الناس اجيرين، واحد اجير بسيط كيكون عنده في الصالير ديالو 4000 درهم ولا 4500 درهم، كيدفع الفيزا وكيعطيوها له. وفي نفس الشركة كيكون واحد جيرون اللي هو زعما قايد على داك الاجير هذاك عادي، وكيكون عنده الصالير طالع عليه كيكون 6500 ولا 7000 وكيدفع حتى هو الفيزا كيريفيزيوها له، مع احنا الاخر اللي عنده الصالير قل كيعطيوها له. الخطوة ديال الخطرة كتعتمد على بزاف ديال الحوايج ماشي غير على الخدمية. من اهم الحوايج اللي كتعتمد عليهم هو الحساب البنكي ديالك، ديك 3 شهور اللي كيدومانديو، وكاين بعض القنصليات اللي كيدومانديو 6 شهور. وهذا الفيديو هذا راه صالح لجميع الفئات، سواء كنت عندك سجل تجاري، موظف، متقاعد، مقاول ذاتي، كيف ما كنت الفيديو راه مخصص لك. غادي نبداو باول سؤال اللي كيجيني دائما، كيقول خويا سعيد الله يحفظك، يقول لي شحال تحط في الحساب ديالك؟ خطرة ما كاينش شي صالير محدد مطلوب انك تحطه في الحساب ديالك، ما كايناش هذيك. كل واحد كيحط الفلوس على حساب جوج حوايج، الحساب الأقدمية اللي راه في الخدمة ديالو ولا ديال السجل التجاري شحال عام هو عنده، والحاجة الزوجية على حساب المدخول ديالو، الصالير ولا داك المدخول اللي كيدخل لك المدخول الشهري ديالو. ثلاثة الحوايج سمحوا لي. الثالثة هي العدد ديال الأيام اللي راك باغي تضمن بها باش غنتصرف فيها. الحاجة الرابعة سيدي شمراتي كنزل. الحاجة الرابعة واللي هي واش غادي تدفع بالفندق بالوطير ولا غادي تدفع بالضمان؟ إذا كان شي واحد غادي يسافر للبيرجون من برا شهادة اليافا، الفلوس ماشي ضروري تحط بزاف. يعني كاين الناس اللي حطوا 15 مليون حساب ورفضوا لهم، وكاين الناس اللي حطوا غير 2 مليون 2000 اورو وقبلوا لهم. كنقول لكم بالاورو حيت كاين الناس اللي كيخدموا في الدراهم، يعني راه ما بقاتش شحال ديال الفلوس اللي غادي تحط، راه بقات الطريقه كيفاش غادي تحط دوك الفلوس والطريقه كيفاش وفرت دوك الفلوس. السؤال الثاني اللي كيجي هو انه كيقول لك اخويا سعيد كي ندير نروج الحساب ديالي وانا خدام في لاسينيسي سنايا ولا انا موظف؟ خصكم تعرفوا الخوت باللي راه ترويج الحساب اصلا راه كلمه غلطه بالنسبه للناس كاملين. يعني واحد موظف علاش غادي يروج الحساب وهو عنده مدخول شهري؟ اصلا ما خصكش تروج الحساب. ترويج الحساب كيكون فقط الناس اللي تجار خود او كيخدم شي حاجه بحال هكا ديال التجاره، شركات، حتى شي ناس عندهم سجل تجاري راه نورمالمون ما خصهمش يروجوا الحساب. غنقول لكم حاله مثلا كوافع، واحد حلاق راه ما غاديش يجي ويفيرسي له شي واحد مثلا 2000 درهم ولا 3000 درهم ولا 5000 درهم ولا مليون ويحطو في الحساب ديالو كل مره ويدخل الاخر. الطريقه ديال الترويج ديالك سواء حلاق ولا اي واحد غادي بحال هكا عنده صالير يومي، الطريقه ديالك غادي تبدل انت تختار واش غادي تبقى تفيرسي مره في السيمانه ولا كل جوج سيمانات تمشي تفيرسي واحد المونطو على حساب الدخل ديالك صافي، وتبعها هكا باش لي بانكير التالين جبدهم يبانو مرتبين ويبان بلي هذا السيد راه عنده واحد الدخل شهري ديالو ولكن راه مقسمو. حيت ملي كيشوفو في الروجيس كومارس ديالو كيبقاو بلي هذا كوافير ولا مقابلة، هذا هو راه كيدخل بالنهار صافي، كتبين لهم بلي راه انا زعما راني كنجمع، هما كيفهموا بلي راه كتجمع الفلوس ديال ديك السيمانة ولا جوج وكتمشي للحساب ديالك وكتفيرسيهم. هادي الحاجة الأولى. أما الترويج اللي غادي يدخل شيكات بزاف وملايين ويخرج، هذاك اللي عنده روجيس كومارس، وروجيس كومارس التخصص ديالو في التجارة ولا شي حاجة اللي كتبغي هاد الشي ديال الشيكات، كتعطي للناس سلعة ولا كتخدم للناس شي حاجة اللي صالير كبير، كتدخل كتخرج الشيكات باش تشري سلعة ولا باش كتخلص الخدامة ولا بحال هكا، هذا هو اللي كيتسمى الترويج الحساب. حاجة أخرى بالنسبة للناس اللي عندهم لاسينيسيس ولا موظفين مع الدولة ولا ماهمشي واحد اللي عنده شهرية، راه الفيرمون الوحيد اللي خصو يدخلك هو ديال الشركة ديالك، الفيرمون الوحيد ولا ديال الصالير ديالك، هذا هو الفيرمون الوحيد اللي خصو يكون مدخول ديالك. أبار إلا جات صوت صافي بعت شي لوطو بعت شي دار ولا دار لك شي فيرمون ولا هزيت شي كريدي ولا دخل لك الحساب، ديك الساعة ماشي مشكل، ما كاينش مشكل. اما باش تقول لي غادي نبقى ندخل ونخرج على كيفيرسي لي وانا نفيرسي له ولا هادي الخوت كاع ما تعمروش بها راسكم، راكم كتزيدوا تدخلوا على راسكم غش. فوتوا النقطة الثالثة واللي هي الشراء بالبطاقة البنكية ديال الحساب البنكي ديالك. كيقول لك اخويا حيت كنا ديجا هضرنا في واحد الفيديو من قبل وقلنا لكم يعني ما فيها بس الواحد مرة مرة يمشي لكم الاسواق اللي معروفين الشركات المجازات لا يمشي بالبطاقة البنكية ديالو يشري، يقدر يمشي يدير مازوت يشري، ولكن شي ناس كيفهموا هاد الهضره من قلوب راه ديك الشراء عاوتاني بزاف بالبطاقات، تشري 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 حتى تصبق انت فلوس كاملين كتكونسوميهم في الشراء، ولا اي واحد بغى يخلص شي حاجه كنقول اجي نخلص لك بلاكار، بغي دير المازوت اجي ندير لك المازوت بلاكار، قال لك الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. الانترنت ديالك واخا تخلصها بالبلاكار ولا الماء ولا تقول لي اقتطع ماشي مشكل،
التليفون ديالك ماشي مشكل المازوت مره الواحد يعني موتى راه باين شحال كيكونسومي ديال المازوت ملي يدخلك داك الصالير هذاك غادي تمشي مثلا تقضى حوايجك ديال الشهر ولا تخلص بلاكار حتى هادي ماشي مشكل. هذا هو الشراء اللي كنسميوه الشراء بالبطاقه. اما الواحد كل نهار يجي خارج يمشي يدير مازوت تالي انا لو في البنكه خد الشهر التالي من غادي تيريو باش تمشيو تدو غادي يخرج لكم بزاف وشنو تقراو تما تقراو تسمعوا ديال الشركه ديال المازوت مختلفين وتبقى تقراو حتى مع تقاي تخلص العباد لا في الانترنت ولا في التليفون ولا تبقى تقعد ديك السنوات تقطع ديال 100 درهم 50 درهم 150 درهم كتجي شويه بس الخوت ما كيبانش الحساب ديالك احتيال. لذلك الخوت القضيه ديال الشراء بلا كارت راه مزيانه مليحه ولكن غير العقل راه ماشي ضروريه. كل شحال مره كيوصلني ميساج كيقول لي خويا انا غادي ندفع راه عندي رونديفو ولكن عمرني شريت بلا كارت واش هذا ماشي مشكل. خوت راه ما كاين حتى شي حاجه اللي كتقول لك السيكريت شي بلا كارت. هادشي النصائح اللي راني نعطيكم في هذا الفيديو المعلومات كامله اللي نعطيكم تقريبا مخصصه للناس اللي اول مره غادي يدفعوا الفيزا. علاش؟ حيت هما اللي خصهم يكسبوا الثقه ديال القنصليه. اما نتايا ديجا ديت واحد الفيزا القنصليه راه طاقت فيك المره الجايه تحاول دير داكشي لوجيك وصافي خلي الصالير يكون ديالك نورمال حط الفلوس اللي غادي تسافر بهم يعني عادي ماشي شي اجراءات اللي تقلب. اما واحد اول مره عاد كيجتهد شويه باش كيحاول يقنع القنصليه. هنا دو فوتو الحاجه السادسه واللي هي مهمه وهي النقطه المشتركه بين جميع الدواسه وشنو خصكم ديروا. اول خطوه خصكم ديروها باش غادي تدفعوا الفيزا ديالكم بالنسبه للحساب البنكي. هذه النقطه هذه اي واحد خصو يديرها سواء كنت سجل تجاري اي دوسي غادي تدفعوا قبل ما تبدي الترويج ديالك ديك 3 شهور مثلا انا غادي ندفع في شهر 6 خصني شهر 5 شهر 4 شهر 3 قبل ما يدخل شهر 3 يعني التالي ديال شهر 2 نكون حطيت الى ما عندكش شي فلوس في الحساب حاول تكون حطيت شويه فلوس في الحساب ديالك على الاقل كل واحد على حسابه. الى راك ناوي تدفع بوحدك حط واحد 15000 درهم ولا 20000 درهم هذه حطها افضل قبل ما يدخل الشهر الزوجه. نقول لكم انا شنو كنت غادي تدفع مثلا مع الاسره ديالك كلها غتدفع شويه تطلع شويه وعلى حساب ايضا الاقدميه ديال الخدمه ديالك. عشان من غادي تدخل الشهر الجاي اللي غادي تدي فيه الترويج في الحساب البنكي صافي الحساب ديالك خص يبان بلي راك داك العام كامل القنصليه ما غاديش تشوفوا شنو كان عندك من قبل ديك 3 شهور كتبين لهم بلي قبل ديك 3 شهور كنت موفر الخدمه ديالك كنت موفر دوك الفلوس مثلا كنت حاط واحد 2 مليون 2000 اورو مثلا يعني كنعطيكم مثال كل واحد على حسابه. كتبان القنصليه بلي اه هاد السيد ديجا كان موفر واحد 2 مليون وراه ملي بقى يدخل الصالير بقى كيتزادوا مع الاقتطاعات مع اللعبات كيبان داكشي لوجيك بلي السيد ديجا موفر ماشي كيف ما الغلط اللي كيديروا بزاف الناس وكيكون هو سبب الرفض ديال بزاف الناس هو انك انت كتبدي الترويج ديال الحساب ديال البنكي ديالك نقدر نسميوه ترويج واخا هي كلمه غلطه كتخلي تبدي الشهر الاول مثلا شهر 3 4 5 3 6 شهر 3 حتى كيوصل النص ديالو ولا كتدبر اخويا محمد الله يرحم الوالدين شي مليون ولا نروج به الحساب خويا رشيد الله يرحم الوالدين شي 500000 نروج به الحساب وكتجمعهم وترميهم في الحساب ديالك صافي وكيتبانوا يعني في القنصليه في تالي تشدوا ديروا له كيبان بلي هاد السيد راه في شهر 3 عاد حط الفلوس وانت ديجا راه عندك واحد الصالير انت ماشي تاجر. التاجر يقدر يطلع بزيرو درهم. واحد اللي كيعندو التجارة يقدر يطلع بزيرو درهم ويبقى يحط شي كاس حتى نورمال الفلوس يخرجو ويدخلو هداك عادي وفي التالي يخليه يعني تما كيكون عندو عاد تاني الحساب الشخصي هداك راه منفطر. اما نتايا راه مخصكش دير هاد اللعيبة هادي الا داك راه كتبين بلي راك غير تسلفت الفلوس ودبرت باش تدفع الفيزا وصافي هادي ردو بيها البال بزاف اخوت. حاولوا الفلوس حطوهم قبل ما تبدي ديك 3 شهور ديال ترويج الحساب قبل شحال من واحد كنسمع هكا كيقول لك قالوا لي خصك تعمر ديك الوراق يكونوا عامرين بزاف راه ماشي ضروري يكونوا عامرين بزاف الخطرة اللي ضروري هو باش عامرين يعني الواحد اللي كان عنده داكشي مرتب ومستف وهادشي كنقول لكم عن تجربه يعني راه بزاف التجارب ديال الناس اللي كان عندهم صالير ضعيف راه الناس دفعت الفيزا ب 3500 درهم ولكن الصالير كان عندهم يعني مرتب وداكشي نقي راه عطاو لهم الفيزا راه داير بحال الدفتر ملي كنا كنقراو الورقه ديال الامتحان واخا ما عندكش الاجوبه ما جاوبتش كلشي غلط ولكن داك الزواق كتصفر الاستاذ في التعليم كيشوف الورقه ديالك في الفرن كيقول لك انا هاد الزواق هذا كيعطيك بعدا واحد النقطه ولا زوج كيقول لك ما نضيع غير هاد الورقه حشومه ندير له زيرو راه بحال هكا تفكر التنصر يعني تلقاكم واحد التقريب واخا داكشي باين. المساله ديال ترويج الحساب البنكي مهمه بزاف وبسيطه بزاف يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه هي كتصعب ملي كتبقاو تفكروا فيها بزاف وتضربوا لها بزاف الحساب. القنصليه خصها تاكد ان داك الحساب حقيقي ديالك يعني راه خدام ماشي حساب راه ناعسر يعني خصو يبان بلي حساب حقيقي باش كيبان حساب حقيقي هو دوك لي موفمون اللي كدير نتاعك.
تجيب الفلوس تشري منها لقطات الفيرمو راه يدخلك منها. من يدخل الفيرمو عندك مثلا اذا كتخلص الذكاري ضروري تجبد منه الفلوس يعني ما تجيش تخلي الفيرمو يدخل وتخليه كامل تما كتبان عاوتاني تما بلي مابقاش يقول لك السيد باش راه يصرف باش راه يبقى تجبد باش تصرف وما تضيعش بزاف هذاك الشراء بزاف راه كيبقى ياثر لك على الصالير ديالك مثلا 4000 درهم كنلقاوك مكونسومي 3000 درهم كتشاف لك 1000 درهم اللي كتشاف يقول واحد اللي كتشاف 1000 درهم ما غاديش يفكر في السياحه على برا ما غاديش يمشي يدير السياحه. هذه حاجه واحده باش صافي نختم هذا الفيديو هذا واللي هي مهم بالنسبه للناس اللي عندهم الشركات والسجلات التجاريه شهر داك الحساب ديال الشركه ولا السجل التجاري اللي راك تدخل منه الدراهم وتلقى مره هذاك ما كتشريش به هذاك كتشري به غير الحوايج اللي كتخدم بهم مثلا ولا في الشركه اللي تدخل ديال التجاره اللي بعت ولا الخدمه اللي خدمتها ولا باش داك الشيء يبان بلي خدمه وسياحه سياحه الشهر للشهر حاولوا تبقاو عندك الحساب الاخر ديال الشركه تفوتوا واحد الفيرمون تفوتوا واحد القدر من المال من دوك الارباح للحساب الشخصي ديالك يعني الرواج ديال التجاره والدخل غادي يكون في الحساب المهني ديال الشركه او السجل التجاري. وبالنسبه لديك الشراء بلا كارت اللي كنا نهضروا عليها بالنسبه للناس العاديين نتايا غادي تبقى تشري بالحساب الشخصي ديالك بغيت تخرج شي فلوس ولا تيريهم باش تمشي تصرف ولا تخلص الكرا ولا شي مصروف غادي تجبدهم بحساب الشخصي ديالك. كانوا عندك طوموبيلات في الشركه مثلا ولا المازوت غادي ديرو بالحساب المهني ديالك هاكا تفكروا اخوتي يعني راني شرحت لكم داكشي الخوشيبات باش كلشي يفهم وجاوبت على الاسئله كامل اللي كدور لكم العقل واللي سولتوني والتالي ما سولتونيش حيت هادشي هذا باش كيتبعوا معك بنادم راه كيخلص عليك وكيقول لكم ما كيقولولكش كامل كيقول كذا معايا راه صافي حط الفلوس قبل ما تدخل 3 شهور هادشي اللي خسر عليك وانتم الخوت راكم تشوفوا راكم شي معلومات فابور ما كنستناو منكم لا خلاص لا والو حتى ديك ابوني يعني الا درتوها انتم اللي غادي تستافدوا ماشي انا والسلام عليكم خوت.